ما خصكمش تصوتوا بالفلوس، ما خصكمش تصوتوا بتوجيه بعض رجال السلطة. ويسمح لي السيد وزير الداخلية، أنا ما كنكذبوش، أنا هو كيتكلم معايا بمنطق الضمانات، ولكن يشرح لينا السيد وزير الداخلية المحترم، يشرح لينا كيفاش النسبة ديال التصويت تتجاوز 70% في جماعة قروية، ياك ولا لا؟ 73%. مالنا نصوتوا على نيلسون مانديلا؟ كيف هذا الشيء هذا؟ وبوحدة هذه الجماعة بوحدة هي وجوج جماعات أخرين اللي جابوا 73%. غير هي لا ولا حتى الاخرين واحد جوج اخرين 16 18 هذيك غير دوزوها لهم نتفاهموا مع مول 73 ما لنا واحد القضيه. هذه القضيه هذه بسيطه السي بوانو. هذه القضيه هذه بحال داك المعلم اللي حاضي التلاميذ، جوج ديال التلاميذ واحد فيهم باه مدير او لا وحده فيهم باه مدير، هذاك اللي كي اللي باه ما مدير ما والو كيعطيه كيراقبو كيعطيه النقطه ديالو الحقيقيه، وكيجي لعند هذيك اللي باه مدير وكيزيدوا عليها واحد النقطه ولا جوج حيت باه مدير. هذا ماشي ديمقراطيه، هذا ماشي عداله. هذا انا تنقول لكم الناس اللي درتوا هذا الشيء تكونوا رجال السلطه ولا تكونوا رؤساء مكاتب ولا تكونوا من الانس ولا من الجن، وقول لي عاوتاني علاش كتقول الجن السعب الاله وعلاش كتقول العفاريت والتماسيح؟ واش هادو ماشي الجنون هادو؟ كي داروا تصوتوا هاد الناس هادو؟ خصهم يشرحوا لنا، خصهم يشرحوا لنا، يخرجوا هاد الدخيسه هادي غدا يديروا مظاهره نشوفوا هاد 70% 73% اللي صوتات. هاد الشيء عيب وعار، وهاد الشيء هذا وهاد الشيء هذا الى حدود الرابعه والنصف. شحال الرابعة والنصف تقريبا كانت نسبة المشاركة 3%. إلى حدود الرابعة والنصف كانت نسبة المشاركة 3-4%. كيفاش دارت من 4.5 حتى 7 انتقلت من 3-4 ل 73؟ هذا مستحيل باش يتفهم هذا الكلام هذا.